قضية الإنترنت نتاع زرليس والعقوبة اللي تمارس التعليم في أثناء النظام البيت لم تشمل الشبان بل شملت حتى العائلات، يعني كان انتقام ظاهر. أني توا باش نسرد عليكم الأطوار نتاع القضية هذه وأنتم نخليكم الاختيار في العنوان، ما نجيبش نعطيها عنوان. أبدأت يوم 10/2/2003 منتصف الليل ليلة العيد، وقت الناس تحضر في أرواحها باش تحتفل بالعيد الكبير، فهمتي؟ جات عوان تاع الشرطة في زوز كراهم، دقوا الباب، خرجت هني، قالوا سي محمد بالله نجموش، وين عبد الغفار؟ قلت لهم عبد الغفار هنا وحضر في الماتريال وغدوا عيد مكتب. قالوا نجموش حاج نبي باش نسالوه قلت له في مخ شنو؟ قال لك لا حكايه سي فور كيلك مينوت و سي با ان بروبليم، مش مشكل. قلت له بالله يبارك، عندهم زوز كراب، خرجنا وانت طلع في كهرباء، انا طلعت في كهرباء، مشينا المركز بتاع الشرطه، الموتور مارش. قال لي بتعرف انت؟ قال لي يا سي محمد بالله يا نجموش نرجعوا للدار نعملوا تفتيش؟ ما تعرفش باش تفتش، ما عندي شيء. قال لي لا نحب نفتشوا البيت يرقد في عبافر. قلت الله يبارك، مازلنا كان عملنا ديميتور والكهرباء الفاه ولدي خرجت بطريقه هوليووديه اون ترامب، خرجت بسرعه كذا، قعدت باهتني.